ساعات قليلة ويعلن النادي الأهلي عن تعيين البرتغالي ريكاردو سواريس مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم خلفاً للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، ليدخل بذلك برتغالي جديد سجلات الكرة المصرية التي يبدو أنها في الطريق لأن تكون بالكامل بصبغة برتغالية نظراً للنجاحات السابقة للبرتغاليين مع الفرق المصرية لكونهم على فهم ودراية بطبيعة اللاعب المصري ويجيدون التعامل نفسياً معه. ويشهد الدوري المصري حالياً تواجد البروفيسور المخضرم جوزفالدوا فيريرا مع نادي الزمالك والمخضرم الآخر جورفان فير مع نادي أمبي، بالإضافة إلى نونو ألميدا مساعد فيريرا السابق والذي يتواجد مع نادي فاركو، وفي الطريق إليهم النادي الأهلي بتعاقده مع ريكاردو سواريس. وربما يكون منتخب مصر هو الآخر تحت قيادة برتغالية للمدرب باولو سوزا المرشح الأوفر حظاً لقيادة الفراعنة. كل هؤلاء سبقهم الأسطورة مانويل جوزي صاحب الإنجازات والأرقام القياسية مع النادي الأهلي. كما مر أيضاً في طريق القلعة الحمراء توني أولفيرا الذي لم يحقق النجاح المنتظر، بينما مع نادي الزمالك تواجد معه مانويل كاجواد ثم جيمي باتشيكو الذي كانت تعتبر فترته مع الزمالك جيدة لكنها لم ترتقي للنجاح الذي تحقق مع فيريرا. والآن وبعد الاتجاه الكبير من الكرة المصرية نحو المدرسة البرتغالية، يبقى السؤال الذي يشغل بال الجماهير حالياً: هل يكون البرتغاليون طوق النجاة لتطوير الكرة المصرية؟